أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كل نفس
كل نفس لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن
صدق الله العظيم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
الذين يذكرون صدق الله العظيم. الذين يذكرون الله الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Oh,
الذين يذكرون الله الذين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأساة.
وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا من آيات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والأمين العام لنقابة قراء جمهورية مصر العربية، ونقيب القراء بمحافظة الجيزة، والمقيم بطنبور بمحافظة الجيزة. الإذاعة الصوتية دارة أولاد الحاج صالح منصور، مخازن فراش الكبرى، قصر الضيافة، المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية، دارة الحاج أحمد البدوي تحت إدارة وإشراف المعلم رامي البدوي، والمقيمين بالحوامدية.